الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله النهاردة هناخد سورة المسد وناخد سورة الفيل، إن شاء الله بعد منهم هناخد سورة الفاتحة، ونطلع بعد الثلاث سور هنعمل تجميعة كده نقدر نستخلص منها حكم، نقول الحكم ده تبقى قاعدة تفضل ماشية معانا في ذهننا طول ما احنا بنقرأ أي صفحة في القرآن كامل، ودي بتيسر علينا للمبتدئين. أنا هقرأ وحضرتك اسمعني وركز معايا وافتح معايا المصحف عشان تركز على كل حكم احنا بنقوله في السورة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. حضرتك خلي بالك، تبت يدا بتمست، لما نوصل نقول تبت يدا أبي لهب وتب. خلي بالك من يدا أبي، يدا في عندك مد بعد منه همز لمد، والمد الصوت اللي انت سمعته ده يدا أبي، يدا أبي، يبقى يخلي بالك بس طول صوتك معايا، قول يدا أبي، يدا أبي. طبعا ايه، مفيش حد بيقف كده، لكن احنا للتعليم فبن ايه بنقول الحاجات دي. تبت يدا أبي لهب، لو وقفت على كلمة لهب هتعمل قلقلة في الباء، احنا خدنا حروف القلقلة اللي هم الخمس حروف قطب جد، تمام؟ فنقول ايه، لهب 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 لهب. بص حضرتك بقى لما نيجي نوصل تخلي بالك بقى، لهب تحت منها تنوين، التنوين شوف شرطتين التنوين عاملين ايه، الكسرتين دول بعاد عن بعض، هل في بعد منهم حرف لام او حرف راء؟ مفيش. طالما مفيش بعد التنوين ده حرف لام او حرف راء، يبقى عندك غنة بمقدار حركتين. نقولها ازاي؟ نقول لهب، ادي اول حاجة هتبقى لهبو، وبعد كده اضغمها في الواو اللي بعد منها تبقى لهبو وتب، لهبو وتب، لهبو وتب، لهبو وتب. يبقى ما حدش يقول لهب وتب، خلاص النون ده ايه، انت قلت لهب وتب في حالة الوصل، يبقى ايه ده قرآن صحيح. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. هتقول بقى ما أغنى، شوف احنا مدينا عندك مد بعد منه همز، قلنا المد أربع حركات، أغنى الهمزة مرققة ما تقولش ما أغنى، بتسكن الغين والغين ديت مفخمة، أغ وتسكنها في صوت بتاعها، الصوت اللي انت سامعه دوت هتعرفه بعد كده في دروس الايه الصفات والمخارج، هتبقى ايه الغين ديت ساكنة هتاخد الزمن ده، أغ 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 أغ. ما أغنى ما أغنى، لو وصلنا ما أغنى عنه، لو وقفنا نقول عنه هنسكن النون ونسكن الهاء، لو وصلنا ما أغنى عنه ماله، لو وقفنا نقول ماله وما تقولش ماله، اللام ضمة مش لو، اللام ضمة لو لو، ولما نقف هنقف بسكون الهاء، هنقول ايه ماله 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 ماله. لو وصلنا انت عندك واو صغيرة كده على الايه على السطر، بيقولك ايه هنا في مد طبيعي تخلي بالك منه اسمه مد صلة صغرى، ماله وما كسب، ماله وما كسب. كسب هنا في قلقلة في الوقف، هي كسب بس احنا اتفقنا ان احنا هنقف نقف بالسكون، بدل ما هتقف بالسكون تعمل ايه في الباء، تدي لها صفاتها اللي هي القلقلة بتاعتها، لان عند العرب لا يبدأ بساكن ولا يوقف على متحرك،
لا يبدأ بساكن، ما ينفعش ان انت تبدأ بساكن، وما ينفعش ان انت تقف على متحرك، فلازم هتوقف تعمل ايه؟ تسكن الباء، بدام سكنت الباء تدي لها صفاتها اللي هي قلقلة. كسب كسب. بعد كده عندك رقم 2، ها بيقول لك هنا دي رأس آية، والوقف على رؤوس الآية سنة، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب. خلي بال حضرتك بقى هنا، ركز معايا شوية، السين فتحة سا في كلمة سيصلى، السين فتحة سا، الميزان بتاعنا في حروف التفخيم والترقيق ألف فتحة آ ب فتحة با سين فتحة سا، يبقى مينفعش إن أنت تقول صا صا، دي صاد تمام. سيا اللي هي فتحة يا يا، ميزاننا ما ينفعش تقول يا، سيا 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 سيص سيص، هنسكن الصاد. واللام فتحة لا لا، ما تقولش لا لا، احنا اتفقنا هتبقى لا في حالة واحدة في لفظ الجلالة، اذا سبق بضم زي نصر الله، او سبق بفتح زي ايه هو الله، لكن اذا سبق بكسر زي بسم الله اللام ترقق. فتخلي بال حضرتك هنا اللام عندنا دلوقتي هتبقى لا لا، سيصلى 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 سيصلى، تمام. بعد كده النون فتحة ايه؟ نا نا، ما تقولش نا، النون فتحة مش نا، ألف فتحة آ ب فتحة با نون فتحة نا، سيصلى نارا سيصلى نارا نارا. لما وقفنا عوضنا عن التنوين ده، هي نارا، لكن لما نقف نقف عليها ايه؟ بالألف، نقف بألف هيبقى مد عوض عن التنوين، نقول نارا نارا. لكن لو وصلنا بص على التنوين ده، الفتحتين دول في فتحة سابقة التانية، فايه تخلي بالك منهم، بدام الفتحتين شرطة سابقة التانية كده مش متساويتين، تسأل نفسك سؤال، هل في بعد منهم لام أو راء؟ بدام ما فيش لام أو راء يبقى عندك غنة في حالة الوصل. هنقولها ازاي؟ الغنة دي اسمها غنة إخفاء حقيقي، هناخدها بعد كده. فتخلي بالك تقول ايه؟ نارا ذات لهب، نارا ذات لهب. طيب ذات الذال هنعمل فيها ايه؟ نخرج طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا اللي هو السنتين اللي فوق، فايه تخلي بالك ما تقولش ايه ذات 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 لهب، هنعمل ايه في الباء؟ هي لهب، بس انت هتقف، احنا اتفقنا هنقف ايه بسكون الحرف اللي هنقف عليه، وتعمل فيه تديله صفته ديت باء، فندي لها القلقله بتاعتها، لهب لهب. سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، وامرأته. خلي بالك الميم، الميم بتاعت وامرأته، الميم ديت عليها رسحة صغيرة كده، بيقول لك هنا ايه؟ سكن الميم ديت، ما تعملش فيها غنة. وامرأته، مش أول ما تتعلم الغنن تبتدي تعمل في ايه؟ غنة في كل حاجة، ها؟ لا، زي كلمة الحمد لله، الحمد، ما تقولش الحمد لله، لا بتقول الحمد لله، فهنا وامرأته تقول وامرأته وامرأته. لما نقف نقول وامرأته، ما تقولش وامرأته، التيه ضمة مش تو، احنا عندنا مزن الحرف تا تي تو، يبقى التيه ضمة تو ما تبقاش تو. وامرأته وامرأته. لما نيجي نوصل، انت عندك واو صغيرة كده بيقولك في مد صلة هنا، مد مد طبيعي، وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب. طيب بص على كلمة حمالة، الحاء فتحة حاء، احنا قلنا الميزان بتاعنا ألف فتحة آ ب فتحة باء حاء فتحة حاء، يبقى ما تقولش الحطب الحاء، الحاء فتحة مش حاء، الحاء فتحة حاء، يبقى حمالة الحاء زيها حمالة. انت عند حضرتك ايه؟ الميم مشددة، كل ميم مشددة بنعمل فيها غنة بمقدار حركتين، تمام؟ الغنة اللي هو صوت أم أم، وزمنه حركتين،
الزمن قلنا قبل كده اللي هو مقدار ايه؟ قبض الاصبع او بسطه بمقدار حركتين. الحركة اكنك تقول با با او تا تا، دول زمن، ده زمن. فنقول ايه؟ حمالة حمالة. لو وقفنا نقول حمالة، لو وصلنا هنقول حمالة الحاء ولا الحاء؟ الحاء. خلاص انت عرفت الحاء فتحة حاء. الحاء طب هتعمل ايه في الباء؟ قلقلة، لانها تساكن الباء. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. في جيدها، ما تقولش في جيدها، ما فيش جي في القرآن، احنا قلنا الجيم كسرة جي جي، قول كده جي 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 جي، ما تقولش جي. في جيدها حب حب، خلي بالك من الباء ديت بتعمل فيها قلقلة، هي جت في وسط الكلمة فبتعمل القلقلة، قلنا في حروف قطب جد، خلي بالك الباء هنا ساكنة فبتعمل فيها القلقلة بتاعتها، فبتقول حب حب حب. ايوه ما تقولش حبا حبا كده فتحت، وما تقولش حبي يبقى كده كسرت. ها تخلي بالك، حب حبا. حبل من مسد. حبل من مسد. طيب خلي بالك من كلمه ايه حبل، لو وقفنا نقول حبل تمام هنسكن اللام، لكن لو وصلنا انت عندك اللام فوقيها تنوين الواوين الصغيرين دول، فبتسال نفسك سؤال، هل في بعد التنوين ده لام او راء؟ مفيش لام او راء، يبقى عندك غنة حركتين. طب نقول الكلمة ديت ازاي؟ حبلن، ها هتبقى حبلم، بعد منها ميمة اهي هتبقى حبلم. هتقول ايه؟ حبلم حبلم من حبلم من. يبقى عندنا هنا ايه؟ غنة حركتين، وده هتعرف بعد كده ان اسمه ادغام بغنة من احكام النون الساكنة والتنوين. من، لما تقف تقول من، طب بص على النون بتاعت من ديت معرّن للتشكيل، هل في بعد منها حرف لام أو حرف راء؟ مفيش لام أو راء، يبقى عندك غنة حركتين. طيب خلي بالك من القاعدة اللي احنا قلنا عليها وإيه بذكر حضرتك بيها برضو، أي حرف أو كل حرف معرّ من التشكيل بعد منه مشدد انطق مشدد، ما تنطقش معرّ. طب إزاي؟ يعني من مسد، أنت عندك إيه النون معرّة؟ المسد الميم بتاعتها مشددة، فنقول إيه؟ ندخل على الميم على طول، يبقى ده إدغام بإيه؟ بغنة. مم مسد مم مسد مم مسد مم مسد. يبقى ما تقولش من مسد، ليه؟ للتسهيل، للتسهيل، ده إيه؟ للتيسير، فبتقرأ القرآن إيه؟ بالطريقة ديت. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. هنقرأ السورة على بعضها وركز على كل حكم احنا كنا قلنا عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد.